أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. برنامج من أنت أيها المقنع عرضت حلقتان منه على قناة فوكس، وفكرة البرنامج أن يشاركون فيه متسابقين مشاهير، ممثلين، مغنيين، إعلاميين أو غيرهم، ويقومون بغناء أغنية على المسرح، ولكن يجب أن يرتدي المشهور أزياء تنكرية، ومطلوب من اللجنة التي تتكون من 4 أفراد أن تعرف من هو المشهور الذي خلف القناع عبر تحليل بعض من التلميحات التي يعطيها عن شخصيته في تقرير مصور. ومنذ عرض الحلقة الأولى من البرنامج بدأ الجمهور بالتفاعل معه وتخمين من هي الشخصيات المشاركة، وإليكم بعض من الفنانين المحتمل أنهم شاركوا في البرنامج. شخصية الغراب والتي سببت جدلاً واسعاً، ومعلومة أكيدة أن المشهور شارك في مسلسل الحفرة، والخيارات هي أما أن يكون آراس فولوت إينملي، وأنا شخصياً أستبعد هذا الخيار لأنه ليس صوته ولا هيئته، أما الخيارات الأقرب هو الممثل كوبلاي أكا أو الممثل نجيب ميملي، ومنهم من يقول أنه باريش أردش لأنه مثل في مسلسل الغراب وأيضاً شارك في مسلسل الحفرة. أنتم ما رأيكم؟ من هو؟ شخصية المرآة الكثير قال إنها واضحة جداً، وهي الممثلة بيران داملاي الماز من صوتها وهيئتها، ومنهم من قال إنها بينار دينيز لأنها قالت إنها تحب أن تأكل كثيراً. أنتم من هي برأيكم؟ شخصية الغزالة، واتفق الغالبية العظمى إنها بورجو أوزبرك لأنها قالت إنها من بنات الشمس، وهو المسلسل الذي عرفت منه، وكذلك نفس صوتها وطريقة غنائها. شخصية الشجرة، البعض توقع أنها إسراء ديرمانجي، والبعض قال إنها سوزان كارديش، وأنت من تتوقع؟ شخصية اليونيكورن وحيد القرن، توقع الكثير أنها الممثلة بيرجي أكلاي بسبب نبرة صوتها المميزة، والبعض قالوا أنها هوليا أفشار، وأنت من تتوقع؟ شخصية الأسد ممكن أن تكون على الأكثر دينيز بايسال أو شيفال سام. شخصية الفارس قال البعض إنه كرم بورسن لأنه قال إنه يحب الرياضة والموسيقى، ولكن لا أعتقد ذلك لأنه ليس نفس الصوت، ومنهم من قال إنه بوروغول سوي أو مراد يلدرم أو مارت فرات أو ألبنا فلوز، وأنت من تتوقع؟ شخصية الديناصور ممكن أن تكون موغي بوز لأنها تلعب التنس. شخصية الطاووس من أصعب الشخصيات والتي محتمل أن تكون رجل أو امرأة، من تتوقعون أن تكون؟ شخصية البطة من الممكن أن تكون أصلي بكيروغلو أو أصلي أنفر أو سيرينايكايا أو هازال فيلز. شخصية الهيكل العظمي، توقع الجمهور أنه أوراس هاجيلار أوغلو بسبب الصوت. شخصية التنين ممكن أن يكون كان أورغانجي أوغلو، أو مثل توقع اللجنة أن يكون جمال هونال. ومن الجدير بالذكر يا أصدقائي إن قناة فوكس قررت عرض حلقتين أخرى من البرنامج يوم السبت والأحد المقبلين. ما هي توقعاتكم؟ اكتبوها في التعليقات. إلى اللقاء.